اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصار عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قالت: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفان. فقلت له: أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه، وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشمع عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختار الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال: عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها راية أخي وابن عم رسول الله. فقلت: نعم، ها هو ما لديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: عليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم،
واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل: يا رب، ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل: يا رب، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم السادسة؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال: السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: عزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء، فقال لي أبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد.